بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنكمل محاضرات حلقة بحث ونشوف إيش ممكن نتكلم عن الأبحاث العلمية والscientific journals، كيف ممكن نتعامل معهم بطريقة يعني بالإضافة إلى الأشياء اللي إحنا ذكرناها في المحاضرات السابقة. إحنا في المحاضرات السابقة تكلمنا عن كيف نقرأ الscientific papers أو الarticles، وقبلها تكلمنا عن مكونات الscientific articles أو papers، وذكرنا خصائص كل مكون اللي هي التايتل والابستراكت والمقدمة وما إلى ذلك، وتكلمنا عن كيف إحنا ممكن نقرأها بطريقة ناجعة ويسيرة بحيث أن نوفر الجهد والوقت في قراءتنا للscientific papers، وذكرنا اللي هو قصة التمبليت وكيف تعمل ملخص للscientific papers اللي هو الواجب اللي اعطيناكم إياه. إحنا إن شاء الله اليوم هنتكلم عن selecting the right journals. طيب إحنا الآن انتقلنا من مرحلة إنه إحنا نقرأ الscientific papers، طيب قريناه وفهمناه. الآن إيش الهدف من قراءة scientific papers؟ قلنا إحنا إنه الهدف منه اللي هو العمل أبحاث علمية والاطلاع على الأبحاث العلمية اللي عملوها غيرنا في المجال اللي إحنا مهتمين فيه، وبالتالي أي طالب بحب يكمل دراسات في الماجستير أو الدكتوراه أو يشتغل في البحث العلمي لا يمكن إنه هو يستغني عن قراءة scientific papers اللي إحنا بالطرق اللي إحنا ذكرناها. طيب الآن إيش الخطوة اللي بعديها؟ الخطوة اللي بعديها إنه أنا بدي أشتغل بحث علمي بالتوازي مع قراءاتي للscientific papers اللي إحنا ذكرناها. طيب إحنا اشتغلنا بحث علمي، الآن البحث العلمي اللي اشتغلناه بدنا نطلع له نتائج. الآن هذه النتائج أنا لازم أنشرها. طبعاً تغطية النشر بتتم من خلال scientific journals اللي هي المجلات العلمية اللي مهتمة في البرانش من العلوم اللي أنا مهتم فيه. فإذا أنت مهتم في مثلاً علوم البكتيريا بدك تدور على مجلات علمية تهتم في علوم البكتيريا. إذا أنت بتهتم مثلاً في أبحاث أمراض القلب فأنت هتدور على المجلات اللي بتهتم في أمراض القلب والكبد والأعصاب والمجلات الطبية وما إلى ذلك. فكل اليوم المجلات العلمية أصبحت مجلات متخصصة في أفرع العلوم المختلفة، مش بس الطبية والهندسية والزراعية وما إلى ذلك. طيب الآن إحنا بالنسبة لنا الطالب بعد ما يتمكن من قراءة الأبحاث العلمية ويشتغل بحث علمي، الآن بعد ما بيشتغل بحث علمي الخطوة اللي بعديها هو لازم ينشر. طيب الآن أنا لما بدي أنشر من خلال مجلة علمية. طيب السؤال، هل كل المجلات العلمية اللي أنا بدي أنشر يعني من خلالها هل كلها ريليابل يمكن الوثوق فيها، وهل هي على نفس الدرجة من الكواليتي؟ الجواب لا. في بعض المجلات العلمية ضعيفة، في بعض المجلات العلمية قوية، في بعض المجلات العلمية إلها براند نيم يعني اسم وسمعة محترمة في الأوساط العلمية، وفي مجلات علمية إلها سمعة سيئة بتاخد أي أبحاث بيكون مستواها الأكاديمي والتقني متدني جدا، وبكون هدفها مادي لجني الأرباح وما بيكونش هدفها اللي هو يعني البحث العلمي بحد ذاته. هذا الكلام بيؤدي إلى أنه المجلات العلمية تكون مستويات في التقدير، مستويات في الرانك اللي هو التصنيف. عشان هيك في دول العالم المتحضر عملوا تصنيفات للمجلات وعملوا التصنيف هذا بناء على معايير هنتكلم عليها. هذه التصنيفات بتحط انه المجلات الارقى مجلات في العالم اللي هي في اعلى القائمه، ثم الذي يليها، ثم الذي يليها، وهكذا حتى ان وصل الى مجلات متدنيه في الرانك في التصنيف. وفي بعض المجلات خرجت من التصنيف اصلا، يعني في بعض المجلات خرجت من التصنيف، وهنا الخطوره. فالخطوره انك انت تروح تشتغل بحث علمي وفي الاخر انت تنشر في مجله خارج التصنيف. طبعا لما تكون في مجله خارج التصنيف انت بحثك هذا لن يعترف فيه، لان المجله اساسا هي مش معترف فيها، خارج التصنيف. وحنتكلم عن ايش هي الجهات الدوليه اللي بتعمل تصنيف لهذه الجيرنالز، وعلى اي اساس بتم تصنيفها، وايش مواصفات الجيرنالز اللي هي المحترمه،
وإيش مواصفات الجيرنلز اللي هي تصنيفها في قاع الرانك، وتعتبر مجلات غير أكاديمية، ولا لا يعني لا لا يكون هناك لها أي تقدير واحترام في الأوساط العلمية. طيب إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا إحنا بدنا نتعلم كيف إنه أنا بدي أنقي المجلة العلمية المحترمة اللي أنا بدي أنشر فيها، بحيث أنا ما أضيعش وقتي وفي الآخر أنا يعني ينضحك علي وأكتشف إنه أنا يعني نشرت في مجلة مش معترف فيها وتكلفني جهد ووقت ومال وما إلى ذلك. إحنا بنتكلم اليوم على مواصفات المجلات العلمية المحترمة وإيش المعايير اللي أنا بدي أستلم يعني أشدد عليها وأعتبرها معايير مهمة في انتقاء المجلات العلمية. إحنا لقيت من نشرح إيش هي المعايير اللي أنا بدي على أساسها بدي أنتقي المجلة اللي بدي أنشر فيها، بحيث إنه أنا أكون يعني أنقي مجلة محترمة، مجلة أكاديمية إلها سمعة جيدة في الأوساط الجامعية في الأوساط البحثية. طيب المعيار الأولاني اللي هو الأيمز أند سكوب. الأيمز أند سكوب اللي هو المجلة اللي بدك تختارها هي مهتمة في إيش؟ طيب الآن إذا أنا بشتغل مثلا على في الأبحاث الخاصة بالبكتيريا، طبعا اليوم ما بكفيش إن أقول إن أنا بدي أشتغل على الأبحاث الخاصة بالبكتيريا. البكتيريا اليوم علم البكتيريا صار متنوع، طب أنت بدك تشتغل على أبحاث البكتيريا الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية، ولا بدك تشتغل أبحاث بكتيرية خاصة بالجينات والهندسة الجينية، ولا بدك تشتغل على أبحاث بكتيرية لها علاقة بالأمراض والأدوية اللي بياخدها الناس للشفاء من هذه الأمراض البكتيرية. الإشي صار اليوم متفرع ومتخصص. طيب الآن أنا أول معيار إنه أنا بدي أروح على مجلة هي الإيمز والسكوب تبعها اللي بتركز عليه يكون نفس الإيمز والسكوب تبع البحث العلمي اللي أنا بسويه. ففي طالب مثلا بيشتغل على امراض القلب، انت بدك تروح على مجله تهتم في امراض القلب. طالب بده بيشتغل على امراض الاعصاب، بدك تروح على مجلات تهتم في امراض الاعصاب وهكذا. فلا يعقل ان اذا انت بتشتغل على امراض القلب او مرض السكر او ضغط الدم وتروح انت تراسل مجله تهتم في امراض الميكروبيولوجي او البارازيتولوجي او الزراعه. فاول شيء بدك تاخده بالاعتبار اللي هو الايمز والسكوب. ايش بقول لي هنا؟ بقول لي Even remarkable high impact work can face rejection when the research topic doesn't align with the scope of the journals. حتى لو كان شغلك محترم، حتى لو كان شغلك ذو قيمة عالية، إذا أنت بعته للعنوان الغلط إلا مجلة تهتمش في هذا الجانب من الساينس، حيتم رفضه مباشرة من قبل الريفيورز أو المراجعين اللي هم بيقروا بحثك. ليش؟ مش لأنه بحثك مستوى متدني، بل لأنه المجلة مش هي اللي مش هذا العنوان اللي أنت الصح اللي أنت رحت له عليه. فخذ بالك طبعا الريجكشن مش هيجي لك تاني يوم ريجكشن. فأنت اليوم تاريخ مثلا 25/10 بعتت لمجلة علمية وقلت لهم والله أنا بدي أنشر في عدد. الآن بعد هيجي لك الرفض بعد أسبوعين، طبعا من الأسبوعين هدول تأخير عليك، وبالتالي هنا بيصير مضرة إليك لأنه أنت ما نقيتش العنوان الصح أو المجلة حتى لو كان شغلك ذو قيمة والكواليتي تبعه عالي. إيش بقول لي هنا؟ بقول لي this can lead to unnecessary loss of time. طبعا أنت هتفقد وقت لأنه هم لسه حدرسوه ويكتشفوا أنه أنت بحثك مش مناسب لهم، وحيردوا عليك كمان أسبوعين ويقولوا لك والله we are sorry أنت البراند تبعك بناسبناش. طبعا أنت بتكون إيه؟ بتكون أنت فقدت وقت، ممكن تكون انت مستعجل او الوقت هذا يعني بالنسبه لك مهم. loss of time and motivation that could very well be avoided in the first place if authors take some time to study the aim and the scope of the journals. طبعا انا بقول هنا يعني الوقت اللي انت حتستغرقه في قراءه السكوب والايمز للجيرنلز اقل بكثير من الوقت اللي حتخسره في انه انت لو ما قراتش السكوب والايمز للمجله. وبالتالي ما تقولش انا كنت مستعجل وانا ما قدرتش، انا ما لحقتش اقرا السكوب والايمز لان انا كنت مستعجل. ما انت الوقت اللي حتخسره في قراءتك للايم والسكوب هو اقل بكثير من الوقت اللي حتفقده نتيجه رفض المجله لشغلك ناتج عن انه عدم تطابق الاهداف. طيب
بيقول لي this information is often easily available on journals website. طبعا انت هتقولي طبعا كيف بتعرف هذه المجلة علاش بتركز؟ سهلة جدا، تخش على الموقع الرسمي للمجلة على جوجل، حتيجي لك الصفحة الرسمية للمجلة. بعد ما تجي لك الصفحة الرسمية للمجلة انت بتخش حتلاقي السكوب والايمز موجودة، وبالتالي انت سهل جدا من خلال دخولك على المجلة، على الويب سايت للمجلة، سهل جدا انك انت تتعرف على الويب سايت، على السكوب والايمز. Reading through about the journal aims and scope or similar section can help you understand if the journal is a good match to submit your manuscript. Manuscript اللي هو البيبر اللي انت بدك تنشره، سموه manuscript. وبالتالي هنا يعني بقول لك بنصحك انه انت روح للمجلة، خش وشوف هي عن ايش بتهتم. For example، مثال، في مجلة اسمها Natural Reviews Immunology. Natural، اسم المجلة Natural Reviews Immunology. Website indicate that they accept in-depth coverage of all areas of immunology from fundamental mechanism to applied aspects. هذه المجلة بتقول لك أنا بهتم في علوم المناعة من الفاندامنتال ميكانيزمز اللي هي الميكانيزمز الاساسيه والمبدئيه، لتخصص لمواضيع متخصصه اكثر. فهذه المجله بتشيل كل ما له علاقه بالبحث العلمي الخاص بجهاز المناعه للانسان. وبالتالي هذا الكلام احنا من وين جبناه؟ جبناه من الويب سايت لهذه المجله، فهذا الكلام مكتوب على صفحتها الرسميه، فممكن انا اقراه بسهوله اميزه. طيب يبقى المعيار الاولاني احنا قلنا قبل ما تراسل اي مجله اطلع على الايمز والسكوب، اطلع على الايمز والسكوب، شوفها هل هو بيناسب بحثك ولا بيناسبش بحثك. طيب نمره 2، اوثرز جايدلاينز، شوف التوجيهات اللي مكتوبة للأوثرز اللي هو أنت والزملاء اللي اشتغلتوا في البحث العلمي. كل مجلة في الويب سايت تبعها مكتوب فيها، هتلاقي موجود فيها اللي هو الأوثرز جايدلاين. خش على الويب سايت هتلاقي في توجيهات للأوثرز. إيش التوجيهات فيها؟ هذه توجيهات بدوها للأوثرز اللي هم الناس اللي قاموا بالبحث العلمي، كيف ينشر في المجلة، إيش التعليمات تبعتهم، إيش نمط الخط، ايش عمليه ترتيب الوورد، عمليه الصياغه، كيف انت ترتب الريفرنسز، ايش اللي تكتبه بالضبط بالنسبه لتنظيم الملف نفسه، وهكذا. فهنا بقول لي this section will give you specific instruction on things like the journal's preferred layout. اللي هو اذا خشيت على الاوثرز جايدلاين هتلاقي الجورنالز كاتب لك بعض التعليمات اللي هو مثلا اللي بريفيرد لاي اوت اللي هو التنسيق، تنسيق البحث. انت حتبعت وورد، طيب الوورد حيكون الخط 13، طيب قديش المسافه مثلا، او 12، طيب قديش المسافه، في بطلب 10، قديش المسافه بين الاسطر، طيب كم كلمه لازم تكون الابستراكت، طب كم كلمه لازم يكون التوتال ووردز للمانوسكريبت اللي انت بعته، يعني توجيهات. وورد ليميت، قديش الحد الأقصى لك المسموح فيه في الكلمات. ريفرنسنج ستايل، كيف انك انت الستايل تبع الريفرنسز كيف تحطها، لانه في يعني انظمه اند مور. وبالتالي انت بتطلع وبتشوف هل الامر بناسبك ولا بناسبكش. فانت التعليمات هذه شوف، طبعا في كمان كثير من التعليمات موجوده انه قديش هم بيبعثوا لك وقديش حيردوا عليك، قديش في فلوس، قديش، هذه كلها انت شوف انه انسى بناسبك ولا بناسبكش. الان بقول لي submitting to journal that doesn't accept your article type is guaranteed way of getting your paper rejected. اذا انت بترسل لجيرنال ما doesn't accept your article type is guaranteed، يعني اذا انت بتبعت لمجله بخلاف التعليمات اللي احنا قلناها، هذه اللي بريفيرد ليات والتنسيقات والوورد ليميت، قالوا لك مثلا احنا والله احنا بنقبل لعند ماكسيمم 6000 كلمه في المانوسكريبت البحث تبعك، كنت تبعت لهم 7000، بقول لك هذا معناته طريقه مضمونه لرفض البحث تبعك. اذا هم قالوا لك مثلا ابعت لنا حجم الخط مثلا 11، انت بعته 13 او 9، ها
هذا بقول لك يعني على طول لانه بيعتبروا انه هذا عدم اهتمام منك في التعليمات اللي تبعت المجله، او انك انت الستايل تبع الريفرنسز قمت انت صيغته بستايل مختلف عن اللي هم بيطلبوه، فهذه الامور كلها بدك تهتم فيها. اذا انت ما اهتمتش فيها بقول لك هذه طريقه مضمونه انه هم يرفضوا البحث تبعك. Is guaranteed way to getting your paper rejected. For example, the British Journal of Surgery. مثال في مجلة اسمها British Journal of Surgery. المجلة البريطانية للجراحة. Does not accept case report. Case reports احنا قلنا اللي هي نوع من انواع الابحاث العلمية اسمها case report. هم بيقولوا لك انه احنا case report ما بنقبلش. مثال على ان التعليمات بتيجي للاوثرز انه هو بيقول لك دير بالك انا ما بقبلش الكيس ريبورت. ممكن انت تكون عامل كيس ريبورت ريسيرش وبدك تبعته، طب اذا انت بعته للمجله البريتش جورنال اوف سيرجري حيرفضوا لك اياه. وقتش حيرفضوا لك اياه؟ بعد اسبوعين ثلاثه. بتكون انت وانت بتستنى فقدت وقت اسبوعين ثلاثه. طيب فبدك انت تقرا الاوثرز جايد لاين كويس عشان انت ما تقعش في المشكله هذه. اثنين يقولك if the journal charges any submissions fee or article processing charge you will find it under this section as well. كمان المهم جدا اذا في بعض المجلات بيقولك اذا انت بدك تبعث لي عشان انا اقرا لك وارجع لك ابعث لي فلوس تاخذ تطلب فلوس او بسموها charges fees اللي هي الرسوم. انت وفي مجلات بيقولك لا انا بقى فري. في مجلات متفاوتة في الفيز، في بتاخذ 200 دولار مثلا 400 دولار في 100 في اقل في اكثر. فانت الموضوع هذا بدك تهتم فيه وتتاكد انه انت يعني مطلوب منك فيز ولا مش مطلوب منك فيز، بدك فري ولا مش فري، قديش المبلغ. كل هذه الاشياء بدك تقراها في الاوثر جيرنال اوثرز جايدلاينز، لانه اذا انت ما قريتش الاوثر جايدلاينز هتقع في مشاكل يرفضوك مباشره بيعتبروك ان انت مش مهتم، لانه انت لو انك مهتم كان ايه كان قريت الاوثرز جايدلاين. فالاوثر عشان انت تنقي المجله الصح قلنا احنا اللي هو اللي تهتم وتنتقي العنوان الصح الايمز والسكوب. اثنين الاوثرز جايدلاين تقراه عشان ما يصيرش لك رفض. ثلاثه تايم اوف ببلش. تايم اوف ببلش يعني انا ببعت المانوسكريبت تبعي للمجله قديش بياخد المجله وقت عشان تنشر. طيب الان هذا الكلام حتقول لي مهم، بقول لك طبعا مهم. ليش مهم؟ لانه الباحثين مش معقول يستنى وقت طويل، وفي مجله بتاخد وقت اكثر من مجله، وبالتالي انت بهمك انه المجله قديش بتاخد وقت عشان تنشر، وبدك تتطلع بتشوف. طب انت في مثلا طلاب بيقول لك انا لازم اناقش طلاب دكتوراه، بيقول لك انا لازم اناقش مثلا كمان 6 شهور، بس انت عشان تناقش شرط انك انت تكون ناشر في مجله علميه. طب انت بدك تناقش كمان 6 شهور، بنفع اروح انشر ابعت المانوسكريبت تبعي على مجله تنشر كمان 8 شهور؟ طب انت كمان 6 شهور مناقشتك، ولا يمكن تخش المناقش الا ما تكون ناشر، وبالتالي ما بينفعنيش. وين اروح؟ دور على مجلة محترمة تكون بتنشر بعد 4 شهور او 3 شهور. وبالتالي هذا المعيار مهم جدا، انه انت لازم تعرف المجلة الافرج تايم للنشر قديش. طبعا هذا كله مكتوب هتلاقيه موجود في الويب سايت تبع المجلة. وقل لي good journals take minimum of 4 months to come back to you with response if your paper has been sent for a peer review. الافرج المتوسط المجلات المحترمه والغالبيه منهم تاخذ مينيمم 4 شهور. طيب هي ليش بتاخذ 4 شهور؟ لانه في غيرك بيبعت لها، وفي عندهم هم ريفيورز اللي هم المراجعين والمدققين اللي بيقروا الابحاث، فهم مش قاعدين لبحثك لحالك، ففي عندهم ناس باحثين تبعت لهم، وبالتالي بتاخذ مينيمم 4 شهور. فلما انت تبعت على مجله ويقولوا لك 4 شهور، هذا مش وقت طويل، خد بالك هذا مش وقت طويل، هذا وقت طبيعي جدا ومنطقي. قالوا لك 6 شهور 7 شهور برضه وقت طبيعي. ليه؟ لانه قال لك مينيمم اوف 4 مانثز. طيب انت بدك تكون عامل حسابك انه هذا الكلام بيمشي معك ولا مشيش معك، انت بدك النشر بتعمل حسابك من بدري على هذا الامر. طيب if your paper has been rejected you should
hear about it within 4 to 6 weeks. لقيت للقبول بياخد مينيمم 4 شهور. طيب افرض ان انت بعتت ولقوا انه البيبر تبعك مش مناسب لهم لاي سبب كان، الرفض بيجي لك من 4 ل 6 اسابيع، يعني خلينا نقول شهر تقريبا، وبالتالي هذا الرفض بيجي لك. فاذا في رفض المفروض يجي لك رفض خلال شهر. طيب ما جاش رفض خلال شهر، معناته في امل انه يتم نشره، وبالتالي انت تطمئن، وبالتالي ردهم عليك بالرفض خلال شهر، خلاص انت رفضت. الان ما ردوش خلال شهر او شهر ونص، هذا انت بدي لك انطباع انه بالغالب المانوسكريبت تبعك او البحث تبعك شغالين عليه وما فيش عليه رفض، وهذا شيء طبعا جيد. بقول لي ريبيوتد جورنالز، الجورنالز المحترمه المقدره، ورك هارد تو ببلش بيبر وذين 9 ل 12 مانس اوف سبمشن. المجلات المحترمه ولها سمعه جيده بقول لك بتاخذ وقت من 9 ل 12 سنه، يعني لسنه 9 ل 12 شهر، يعني لسنه للسبمشنز. هذا الكلام ليش؟ لانه المجلات المحترمه عليها ضغط، الكل بده يبعث عليها، الكل بده هو يضمن مستقبله انه انا قاعد ببعث لمجله محترمه. طيب but high profile journals do have longer wait time. شفت بقول لي هنا high profile journals، يعني الجورنالز المحترمه اللي لها سمعه ولها برستيج ولها ولها ولها، هذا بقول لك do have longer wait times، ممكن تاخذ اكثر من هذا الوقت. Mostly because of the volume of submissions they receive and their rejection rates are also high. السبب إنه المجلات المحترمة والمقدرة وسمعتها كويس بتاخد أكتر من سنة. ليش؟ لسببين. السبب الأولاني إنه عليها ضغط كبير جدا لأن الكل بده إياها. اثنين، هي بترفض أعداد كبيرة لأنه الكل ببعث له بده إياها، فهي بتقرأ وبترفض وبتقرأ وبتقبل. هذا كلام الضغط الكبير بأخر العملية. لكن الناس اللي بيشتغلوا في البحث العلمي لما في حدود سنة أو سنة وشهرين أو سنة وثلاث شهور على مجلة محترمة إلها سمعة طيبة، هذا ليس وقت يعني طويل جدا في عالم النشر العلمي. بقول لي having said that you must look into how many issues are published by a journal annually. هذه النقطة مهمة جدا. من ضمن المعايير اللي انت بدك تشوفها بالنسبة للتايم تو ببلش، انت بدك تطلع قديش هذه المجلة بتنشر في السنة، قديش هذه المجلة بتنشر في السنة. فانت هذا المعيار انت خده بعين الاعتبار انه وبهذا كله طبعا نرجع بنقول مكتوب في الويب سايت تبعت المجلة انه تطلع look into how many issues يعني a paper are published by a journal annually. Annually يعني سنويا. قديش بتنشر؟ طيب the more they publish، قديش هم بينشروا أكثر، the lesser would be the time taken by them to publish your paper. كل ما كان كمية النشر كبيرة، كل ما أنت أخذت انطباع صحيح إنه الوقت هيكون أقل. كمان مرة، كل ما كان كمية النشر كتيرة معناته أنت بحثك مش هياخد وقت كبير. وبالتالي لما أنا باجي لمجلة بتطلع في السنة 15 بيبر ومجلة تطلع في السنة 150 مثلا، معناته إيش اللي أنا بفهمه؟ معناته أنه أنا في أم 150 تطلع في السنة أنا مش هستنى كتير. إيش معناته؟ معناته عندها ريفيورز كتيرة، معناته هي بتشهر وبتنتج، وخصوصا سمعتها كويسة وبتنتج بيبرز وبتنشر، مش تنتج، تنشر بيبرز كثيرة، معناته هذا بيدي لك انطباع. فهذا بدك تاخذه بعين الاعتبار انه التايم تو ببلش، بدك تشوف انه قديش هم بياخذوا. بيقولوا لك انه احنا من 9 مثلا، بيقولوا لك من 9 ل 12 مانث، فبيعجبك اتفضل، بيعجبك شوف غيرنا احنا كده. طيب الان انت كمان فوق هذا الكلام اللي هم قالوا لك اياه، ارجع وشوف قديش في السنة هم بينشروا. والله إذا بنشروا كتير معناته الأمور جيدة وممكن أن أنا بحثي يتم نشره في مدة معقولة. هذا اللي هو التايم. يبقى إحنا قلنا في الأول الأيمز والسكوب، الأهداف، هل هي تتوافق مع أهداف بحثي. اثنين اللي هو الأوثرز جايدلاينز اللي هي مهمة جدا. ثلاثة تايم تو ببلش. طيب أيوة، نيجي الآن هنا
لا حاجة اسمها الجيرنال امباكت فاكتور. الجيرنال امباكت فاكتور، الامباكت فاكتور يعني لو بنترجمها ترجمة حرفية اللي هو العامل التأثير. يعني ايش عامل التأثير؟ الآن لما تيجي مجلة تنشر البيبرز، الساينتفك بيبرز، طيب قديش كان تأثير هذه البيبرز في المجتمع؟ يعني لما أنا نشرت في مجلة، نشرت مثلا في 2019، أنا كمجلة نشرت في 2019 مثلا 70 ساينتفك بيبر. طيب باجي بقول قديش كان التأثير لهم السبعين هذولا، قديش كان تأثيرهم في الوسط العلمي؟ هل أنا يعني قدمت شيء؟ هل إنه السبعين ساينتفك بيبرز ما حدش اطلع فيهم، ما كانش لهم تأثير؟ طيب مين اللي بدي يقول هذا الكلام؟ اللي بدي يقول هذا الكلام في قياس لقديش تم اقتباس من الباحثين في العالم، قديش اقتبس من الباحثين في العالم، كم واحد منهم اقتبس من الابحاث اللي انا نشرتها. فلما انا بنزل كمجله بنزل مثلا 70 ساينتفك بيبرز من في عام 2019، وبلاقي انه ال 70 تم اقتباس منهم خمس مرات بس من ال 70، ايش معناته الكلام هذا؟ معناته انا كان تاثيري في الوسط البحث العلمي كان قليل، وبالتالي بيطلع عندي الامباكت فاكتور، جيرنال امباكت فاكتور هذا قليل. طب هذا ايش معناته؟ معناته انه الكواليتي تاعت البحث العلمي تبعتي متدنيه، الكواليتي تاعت الابحاث العلميه اللي انا بنشرها متدنيه، وبالتالي ما حدش اطلع فيها وما حدش اخذ منها معلومات او اقتبس منها معلومات، وبالتالي هذا بدل على انه انت يا مجله الابحاث اللي تنشريها ابحاث وضيعه ضعيفه، وهي الدليل على ذلك انه الناس ما تخش فيها، تخش منها. الاقتباس بيقولوا له بالانجليزي السيتيشن. طيب الان يبقى كل مجله بتعمل احصائيه قديش تم اخذ سيتيشنز، قديش اخذ تم اخذ سيتيشنز في السنه للجيرنالز اللي انا نشرتها. وبالتالي كل ما كان السيتيشنز او الاقتباسات للابحاث العلميه اللي بنشرها كتير، كل ما كان الامباكت فاكتور تبعي عالي. طيب ايش يعني عالي؟ هذا في التصنيف وفي الرانك بيحطني في مصف مع المجلات العلميه المتقدمه، وبديني برستيج وبديني احترام في الاوساط العلميه انه هذه المجله الناس كلها بتقتبس من ابحاثها، معناته ابحاثها راقيه، معناته هذه مجله محترمه. يبقى معناته الامباكت فاكتور هذا احد معايير التصنيفات اللي بيتم تصنيف المجلات العلميه على اساسها. طبعا هو مش هو المعيار الوحيد، هنيجي للكلام هذا. لكن الان انت لما بدك تيجي تطلع على المجله، انشر في المجله هذه ولا منشورش في هذه المجله، بدك تطلع للايش؟ للجيرنال امباكت فاكتور. طبعا هو رقم. اذا كان الرقم هذا عالي معناته المجله هذه ممتازه، اذا كان منخفض المجله هذه اقل جوده، وهكذا. طب قبل احنا ما نطرق نشوف من البدايه وات از ات، شو هو الامباكت فاكتور، نشوف ايش بقول اذا امباكت فاكتور اي اف اختصاره is a measure of the frequency with which the average article in a journal has been cited in particular year. الامباكت فاكتور هو بقيس الفريكوينسي قديش صار عندي اقتباس في particular year، في سنة محددة. فأنا بدي أقول إن أنا بدي أقيس الامباكت فاكتور في 2019. طيب الآن الأبحاث اللي بتطلع في 2019 بالغالب ما صارش في وقت كافي إنه الناس تشوفها وتطلع عليها، وبالتالي الإمباكت فاكتور اللي بيطلع لل 2019 هو مقياس لل 2018 و 2017، بترجع سنتين. طب ليش بنرجع سنتين؟ اللي بقول لك لأنه الأبحاث اللي طلعت في 2017 و 2018 أخذت وقتها في على الشبكة العنكبوتية، أخذت وقتها، وبالتالي بقيس الاقتباس اللي صار في السنتين هذولا. الاقتباس اللي صار في السنتين هذولا هو الامباكت فاكتور
لبحث بحسبه لمين؟ بحسبه لـ 2019. فالإمباكت فاكتور اللي بلاقيه في 2019 هو نسبة الاقتباسات اللي صارت في السنتين اللي قبل 2019 اللي هم 2018 و2017، لأنه ظلم للمجلة إن أنا أنشر في 2019 وبعد شهر أقوله تعال والله أنا بشوفه كم واحد اقتبس منك، طب وما لحقوش لسه الناس تشوفه، وبالتالي أنت بدك تدي مجال سنتين للأبحاث أو سنة من سنة لسنتين إنه الناس تشوفه وتقتبس. فالبحث المحترم واللي فيه معلومات قيمة والكواليتي تبعتها عالية بتلاقي إن الناس أخذت منها وسنة إلى سنتين وقت كافي إن أنت يعني تقيس الإمباكت فاكتور هذا عالي. وبالتالي بقول لي الإمباكت فاكتور الميجر فريكوينسي قديش الوتيرة الاقتباس اللي صار الارتكل ان الجورنال هاز بين سايتد ان بارتيكولار في سنه 2018 2017 2020. المهم هذا بيقول لي اتس يوز تو ميجر ذا امبورتنس اور رانك، طبعا هو بصير الامباكت فاكتور هو مرآة لمين؟ لايش بدل على ايش؟ بدل على الامبورتنس، قديش هي امبورتنس. طب ليش امبورتنس؟ لانه كل ما زاد الامباكت فاكتورز كل ما كان الاقتباسات اكثر، كل مكان ابحاثها محترمه اكثر، لان الناس بتروح للابحاث المحترمه والكواليتي تبعتها عاليه، وبالتالي عدد الاقتباسات للابحاث العلميه اللي انت نشرتها يا المجله، عدد الابحاث بدل على انه قديش انت يعني زي ما نقول احنا في ماده البضاعه الممتازه والجيده الناس بتجيها، والبضاعه السيئه الناس بتنفر منها. طيب هذا الامباكت فاكتور قديش المجله امبورتنس مهمه، والرانك التصنيف التصنيف والترتيب تبعها هي قديش تصنيفها وترتيبها ما بين المجلات الاخرى. By calculating the times its article has been حقيت حنقول كيف هو بنحسب. بقول لي the underlying submission assumption behind impact factor is that journal with هاي الانتربريتيشن تبع الامباكت فاكتور. ايش اللي انا بفهمه من الامباكت فاكتور؟ بقول لي الامباكت فاكتور with المجلات with high impact factor publish article that are cited more often than journals with low IF. معناته اللي في impact factor عالي معناته الارتكلز ها are cited تم الاقتباس منها اكثر. فانت لما كل ما كان في عندك اقتباس اكثر من حوالين العالم للابحاث اللي بتتم نشرها عبر المجلة هذه معناته الامباكت فاكتور عالي، معناته أنت مجلة تنتج أو تنشر أبحاث علمية محترمة. Impact factor may be used by authors to decide where to submit an article for publication. طبعا لما نحن نفهم الكلام هذا، أنت لما تيجي بتنشر بحثك بدك تروح على مين؟ بدك تروح على مجلة Impact factor عالي، مش هتروح على مجلة تنشر بحثك في مجلة Impact Factor منخفض. ليش؟ لأنه أنت بهمك أنه لما أنت تنشر بحث علمي يصير له citations كتير، يصير له اقتباسات. ليش؟ لأنه لما أنا بنش بعمل بحث علمي وبصير فيه اقتباس من دول العالم، من الصين ومن أمريكا ومن ومن ومن، هذا معناته البحث تبعي محترم وراقي ومتعوب عليه، وبالتالي أنا بفتخر وبقول والله أنا عملت في 2018 مثلا بحث علمي لقيت انه السيتيشنز عندي مثلا كان 50، وهذا معناته انت بحثك كويس. لكن لما انت بتعمل بحث في 2015 واحنا اليوم في 2020 وطلع ولاقي انه السيتيشنز اللي صار للاقتباسات اللي صار في بحثك 5 ولا 6، هذا معناته بحثك يعني بحثك ضعيف وهكذا. وبالتالي انت لما بدك تيجي تدور على مجله، دور على مجله الامباكت فاكتور تبعها عالي على اساس انه تعرض بضاعتك في مكان محترم. طيب كيف بتم الحساب الامباكت فاكتور للمجله؟ بقول لي ثومسون ديفاينز، واحد هذا عالم، ثومسون ديفاين امباكت فاكتور اس، عرف الامباكت فاكتور. احنا قلناه بس يعني كويس ان احنا نعيده. ذا جورنال امباكت فاكتور از ذا افريج، متوسط نمبر اوف تايمز ارتكل فروم ا جورنال ببلش ان ذا باست 2 يير هاف بين سايتد. بقول لي الامباكت فاكتور بنحسب بالطريقه هذه، اكم سايتيشنز، اكم عدد الاقتباسات اللي صارت للابحاث العلميه في السنتين السابقات. يعني زي ما حكينا اليوم انا بدي احكي عن الامباكت فاكتور في 2020، بقوم بحسب للمجله
قديش صار citations أو اقتباس للأبحاث العلمية اللي نشرت في 2019 و2018، قديش صار في اقتباسات. هذا الاقتباس اللي هو من خلاله أنا بعرف قديش صار في عندي الـ IF أو الـ Impact Factor. هنا بقول لي in the past 2 years have been cited in the journal journal citation record. هذا journal citation record اللي هو الداتا اللي بتنشرها الجيرنال للcitations كل يوم. فأنا باجي على citation record للمجلة وبشوف في 2018 قديش وفي 2017 قديش عشان مثلا أقيس في 2019 الـ IF. طيب بقول لي the impact factor is calculated by defining the number of citations in GCR اللي هو Journal Citation Record here by total number of the article published in the total. كيف بطلع النسبة المئوية هذه؟ أو هي النسبة مش نسبة مئوية، نسبة. بقوم أنا بشوف قديش صار في citations في السنتين السابقات اللي هم 18 و17. طيب افرض أنه صار في citations، كان عدد citations 50، بقول ممتاز. طيب الاقتباسات 50، طيب أنت قديش نشرت؟ انت قديش نشرت؟ هيقول لي نشرت انا في 2017 و2018 انا نشرت 100. طيب قديش صار اقتباسات من 100؟ 50. بقول طيب 50 تقسيم 100 بيطلع نص، يبقى الامباكت فاكتور تبعك نص. الامباكت فاكتور تبعك نص، ايش معنى الكلام هذا؟ انه 50% من الابحاث العلميه اللي تم نشرها في مجلتك 50% منهم صار لهم اقتباس. طيب ممتاز، يبقى معناته بنحسب على هذا الاساس. طب تعال نشوف امثله. بيقول لي impact factor of 1، لما يكون impact factor 1 ايش معناته؟ means that في average on average the articles published 1 or 2 years ago في السنتين السابقات have been cited one time. معناته بالمتوسط انه كل بحث تم نشره في السنتين السابقات كان في عندي ايش؟ كان في له citation اقتباس واحد بالaverage. ليش؟ لانه لو انا نشرت 100 بحث وصار في عندي 100 citations اللي هو اقتباس، بقول 100 على 100 يساوي 1، يبقى الامباكت فاكتور 1. طيب انا عند انا نشرت 100 بحث، ولما نشرت 100 بحث في السنتين اللي فاتوا لقيت انه صار citation 100، ماشي، بقول انه 100 تقسيم 100 1. ايش معناته؟ معناته انه بالافرج كل بحث صار له اقتباس مره واحده. طيب السؤال، طيب افرض في بحث صار له اقتباس مرتين وفي بحث ثاني صار اقتباس له صفر، ابو اثنين بشيل الصفر، الافرج واحد. معنات الكلام هذا ايش؟ معنات الكلام هذا مش بالضروره كل بحث يصير له سايتيشن، لكن هو بياخذ المجمل. ففي ابحاث بتشيل ابحاث، في ابحاث بتشيل ابحاث، لان انت ايش هو قال لك؟ اون افرج. وبالتالي انا بقيسش كل بحث بحال، انا بجيب التوتال. انا نشرت 100 بحث صار لهم 100 citations، هلقيت ال 100 citations ممكن يكون بحث واحد اخذ 30، ممكن يكون 20 بحث اخذوا صفر، ماليش دعوه. انا بجيب ال 100 بحث، وبعمل لهم كوم على بعض كوم فول، وبشوف قديش ال citations التوتال لل citations كان. بقول لي 100، هلقيت ممكن يكون بحث واحد شال 30 لحاله 30، وممكن مثلا بحث ثاني كان صفر، لكن الافرج صار عندي ايش؟ اعتبار انه واحد، يعني بالأفرج اقتباس واحد لكل بحث النشر. بقول لي impact factor يساوي 2.5 means that on average the article published 1 or 2 years ago، سنتين اللي فاتوا، have been cited 2.5 times، يعني مرتين ونص صار citation لكل بحث. لكن نرجع نقول مش بالضرورة كل بحث صار له citation، أبحاث بتشيل أبحاث، عشان هيك احنا بنقول ايش؟ on average citing articles may be from the same journals. طبعا من وين بيجي السيتيشن؟ الاقتباس من وين بيجي؟ ممكن يجي من 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 ابحاث من نفس المجله، او غالبا من مجلات اخرى، مش مشكله يعني. طيب الان هي الحسبه تبعتها، الحسبه تبعتها ايش بتقول؟ cites in 2008 to items published in 2017. طيب بقول لي هنا في 2007، بقول لي هنا في 2007 الاقتباس صار في الارتكلز او ساينتفك بيبرز اللي تم نشرها في 2007، كان في عندي اقتباس
263 اقتباس، يعني 263 citations. طيب احنا قلنا سنتين، في 2006 صار كان عندي للابحاث اللي تم نشرها في 2006 374 citations، هذه الاقتباسات مجموعهم قديش؟ مجموعهم 637 citations، يعني عدد الاقتباسات اللي كان اللي حدثت في 2006 و2007 اللي نشرتهم هذه المجلة كان مجموع الاقتباسات 637 اقتباس. طيب ممتاز. طيب الآن الاقتباسات 637، السؤال انت كم بحث نشرت في 2007 و2006؟ هو قال لك انا نشرت في 2007 55 بحث ونشرت في 2006 49 بحث. ال 55 بحث هذولا تم اقتباس عدد الاقتباسات تبعتهم 263. طيب ال 49 بحث في 2006 عدد اقتباسات 364. لاحظ انت انه ممكن يكون جدا من ال 55 ابحاث ما تمش اقتباس منها صفر، وممكن يكون جدا بعض الابحاث اخذت 20 اقتباس، لكن ال 263 هذول من ال 55. هل قلت مين اتاخذ مين ما اتاخذش؟ انا ماليش دعوه، المهم انا في عندي من 55 بحث في 2007 تم عمل citations عدد 263. الآن الفورمولا بتقول قسم عدد citations على العدد التوتال للأبحاث اللي تم نشرها 2006 و2007، التوتال كان 104 بحث، فال104 بحث صار لهم اقتباسات في السنتين 637، فبقسم 637 على 104 بطلع عندي 6.25%. الـ IF اللي هو الامباكت فاكتور تبع المجله هو 6.125. هل قد حتقول لي ال 6.125 يعني لو انا بدي اقول مجله الامباكت فاكتور تبعها 6.51 و125 هذا الامباكت فاكتور كويس؟ بنقول لك اه طبعا كويس، هذا عالي، وهذه مجله تعتبر هذه مجله محترمه، لانه انت بتحكي عن 104 بحث تم اقتباس عدد مرات فيهم 637، هذا معناته الامباكت فاكتور عالي، وهذه تعتبر مجلة قوية ومجلة يعني لها احترامها في الأوساط العلمية. طيب طب ايش معناته؟ بقول لي بس الامباكت فاكتور عندي اللي هو 6 وكسور لهذه المجلة، هذا رقم حقيقي. لمين المجلة؟ لمجلة اسمها Academy of Management Review، مش مشكلة يعني مش بتخصنا، بتخص الإدارة، فور 2008. فلاحظ هو لما حسب الستة ومية وخمسة وعشرين مية حسبها للسنت قديش؟ الستة امباكت فاكتور لألفين وثمانية، بس لما حسب على أي داتا؟ على داتا 2007-2008. طب ليش ما حسب على 2008؟ لأنه ما لحقتش الأبحاث المشرفة 2007-2008، ما لحقتش حدا يشوفها، وبالتالي أنت لو بدك تحسب الامباكت فاكتور لألفين وثمانية على أبحاث المشرفة 2008 أنت كده تظلم المجلة، لأنه ما لحقتش الناس تشوفها. فأنا بديها مدة من الوقت إن الباحثين يشوفوا 2007 يشوفوا 2008، هذه السنتين اللي امباكت فاكتور تبعها بكون لل 2008. طيب 2009 بتكون لل 2008 وال 2007. طب وال 2010 بتكون لل 2009 و 2008، دائما برجع سنتين سابقتين. فالامباكت فاكتور لل 2008 هو ايه؟ هو 6.125 من 1000. ايش معناته؟ كل ارتكل من ال 104، كل ارتكل من 104 تم الافرج، بالافرج تم الاقتباس منه عدد مرات 6.125 في ال 1000 مرات الاقتباسات اللي هي تمت في هذا الاطار. هذا اللي هو إيه؟ الان هذا برضو بتوضح، بقول لي انا هاي السنه الاولى سنه 1 سنه 2 سنه 3، الان انا بدي احسب الامباكت فاكتور للسنه الثالثه، برجع سنتين. ايوه برجع سنتين. الان في السنتين هذولا الارتكل ببلش في السنه الاولى انا نشرت 30 بحث، في السنه الثانيه انا نشرت 40 بحث، في السنتين هذولا قديش انا نشرت؟ 70. طيب قديش عدد السيتيشن في التنتين هذولا؟ في التنتين هذولا 140. طيب يبقى بقول عدد السيتيشنز على عدد الابحاث اللي هو 140 على 70 بيطلع 2. 2 هذا ايش؟ هذا امباكت فاكتور. امباكت فاكتور لمين؟ للسنة الثالثة. امباكت فاكتور للسنة الثالثة حسبته كيف؟ حسبته من السنتين السابقتين، وبالتالي الامباكت فاكتور هذا لسنة ثلاثة، لكن أخذت الداتا من سنتين السابقتين، وهكذا بتم حساب
الامباكت فاكتور، هيك بيتم حساب الامباكت فاكتور. احنا خلينا نتوقف عند الامباكت فاكتور، واحنا نستكمل ان شاء الله اللي هو مساوئ ومحاسب الامباكت فاكتور، ونقف عند هذه النقطة.